الحمام والزق يا دي الارض يا دي الارض حمام بتزق لا معلومه جديده. صباح الخير. يلا تشيل صلاح. شو قر 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 ها قر منو بغل ادي عبرتوها الدلله تفيلون من البغله من البغ مين مين انت او حال انا ايه البوس يلا تشيل لا تيس تعلم على تشيرس وتشيرس ايش قال والله حرام صلاح لا حرام شو هذا ما هذا لا بغل صلاح هذا شو؟ جفير؟ لا كبش كبش صلاح هذا شو الحين هالمتن قدامك؟ ما قلم شو هذا؟ زي المسازبح ولا لا؟ رقم واحد قلت بس زين كل يوم بخل بوديك يسوي لك مساج حق ريولك كل يوم ان شاء الله كل يوم؟ كل يوم هي هذا هني هني هاي يسوي له ريوله يسدحون على الارض ويدلشون ريوله دلات وندوس عليه وندوس عليه كده بس بس بص لي بص شوف هنا ليش يقول لك بص هناك ده انا بعمل له بقول له اهو اقفوا انا مخبركم من قبل الله يحفظكم اني بين فتره والثانيه بنزلكم مقطع ولا مقطعين من رحلتي العامية. الحين بنزلكم مقطع من ملبورن تلفريك في منطقة عالية ما في شيء مميز بس بيت الكناغر عيبني بيت الكنغر كان فنان وكان تعليق بالنسبة زرب الكنغر كيف وزروبنا نحن كيف زروب دبشنا كيف يعني قايل شكلهن وزرب الكنغر كيف شكله عندهم في بلادهم في ملبورن. هذا المكان الستيشن اللي نزلنا فيه في كوفي وهاي مكان شيء علاوه على ما تشوفه تاخذ كوفي وتجي تتفرج تشوف البلاد من العلو من فوق يعني من فوق المرتفع اللي تشوفون تحت على ما تشوف البلاد هذه غير صغير صغيرونات صغيرونات تبينه شيء توه يركض والله اني توني شايف انه كان غرض اني بيت كناغر كنا حجاه امكم زين المراد ابوي ما في ابوي الا هذا على اللي تشوفه على ما تشوفون هذا الموضوع كله يعني ما في شيء زياده انه يعني شيء غريب بس هاي الصعده وهاي يلسه كوفي اجي في هالمكان طالع البلاد من فوق اليبل قلت لكم اني شفت شيء اربع ها كناغر وهنا شوف واحد اثنين ثلاثة لا والله اكثر عام ثلاثة واربعة وخيب مكثرهن ويا زريبة كناغر شو مكثرهن ايوه تعال ياي هذا بيتنا هذا بيتنا يحافظ الله على زرعهم حليلهم بيجيك محيب بتشينكا وبليوت وتصليهن الشمس طول النهار حليلهن حليلهن بيشاتنا شوفوا ها شوكو حتى الاسمن وما ادري شو ها ويرعنب وطول النهار هالنمونه حليل بيشاتنا تشينكا وسبس هلنا الجنة هلنا الجنة هلنا الجنة اي والله ها كويت توني اصور كنت فوق تم في خاطري اقول شفت اي ربع تعنفوه يتراوالي لين هالكثر ها ذاك وين كنت انا العرب اللي من الحين وسايريو ما في شيء يعني شيء انك تعني له في هالمكان هاي الحكي السياره ويوم بتوصل بس طالع هالكنغر صلاح اول شو بويه اول سوي اول بدي اول
مارو ما صورك الحين ايش قاعد طالعني فوق هي شو انت جبليه اول شو حبيب قم بدري مسؤولين مستشفيات ودخات انت انت شو ابو جبليه اول صح كيف يعني ابو جبليه اول ما كنت كذا ابد سير نحن وانت ما تحادي الا الغداء متريج تراك انت 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 شو انت 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 24 ساعه صرات 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 بخوي عشان واحده تغدى صح واي واي نطلع فوق عشان نفطر نطلع برا عشان نتغدى بس دي حياتنا كده كل اكل 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 تمدحك طع بطنك مكبر الحين انت انت انا بطني ماي ربع بطنك يدبس ويدب انت مسكين الله اكبر ايوه هات انت تبنجح ليل مره ثانيه ما حد يتعلم هالحركه هو مين علمك الحركه دي انت انا يلا ليه تظهرون مخر تظهرون مخر ظهر مخر ما عندنا شغله ما بيايين نسوي شوبينج نحن ولا بيايين لاجل شيء معين ولا لاجل نسوي شو ولا عرض نحن جايين على سبحانيتنا روحنا نتمشى ونحوط وناكل ونشرب ونتفرج شيء بالصرف بدون اي هدف يعني هدفنا ان نحن عنوتنا من بضابيلين هني الودي هذه مخصوصه لصلاح نحن عنوتنا مخصوصه لصلاح يعني ولا مش لاجل شيء معين لا عنوتنا الضروريه لاجل صلاح فقط لا غير وبس وبرد ان شاء الله يوم الاربعاء بنصبح يوم الخميس في ابو ظبي اذا الله جعلنا من الحيين ان شاء الله صباح ديكا صلاح اليوم تاخرنا نحن بالظهره الو خلاص لا لا صلاح عيب عيب ابي بيع الاول لا لا انا لا 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 ايه تخ 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 صلاح صلاح خلي تعرف ايش هو اللي يهوس على اللفت هذا انا مو انت رحت صرا صرا هذا ما هي صلاح مو بشوف ماما حسابه دين زلا عشان بدي ليش يعني الحين لا 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 اول هي هي هو عايز يتصرف من سير او بيب انت مو انا بيبي هذا بيبي بكا انا صلاح حضر داخل الموبايل فين صلاح شو داخل سنوتي اليوم انت اقلع حصه بلاها تقوم تشوف حصه يروعك بحصه يتحرك انت تروع قول لي انا اختي الكبيره هاي ما تروع منها شوف بعدين شتيك شتيك خلي ولي خلي ولي هذا خلي ولي ما بصاحي ما مره ما يكلمنا من يومين يا سيد انا بحبيبي لو قلت لي انا بدورك يرس يرس عدالي زين وين شافني قبل؟ شايفينك مدو في دبي مول شو مدو؟ هالي في دبي مول مطعم تركي اتذكر مطعم تركي والله؟ ايه العام ايه حليله زين وحيد تسكنتوا عندنا في الفندق؟ ايه مبسوط في تايلاند؟ ايه انا بعد احبها تايلاند حبيبي فنان زين مهدد الله يبارك فيك حبيبي انت شو اسمك شو علومك هلال عبيتي محمد سيد بنت ريس القمجي والله والنعم 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 بنت ريس شو اخبارك شو علومك الحمد لله كل شيء زين خير شو اخبار الدراسه خير الحمد لله لا رقم واحد ولا عادي الصدق عادي مش رقم واحد صح مشي الحال لكن ان شاء الله الحول بتغدي رقم واحد ان شاء الله صلاح يلا تعال تعال عاد عدال الحين يبون الحين تعرفه صلاح لو ما تعرفه انا عارفه ما قلت بتصير سنترال وورلد تغدى في نارا احنا تحسبنا في سنترال وورلد ايوه انا يا ابو محمد من سنترال وورلد ترجمتي في ام بي سي ويرد مره ثانيه قال ابوي بنصير نتغدى قال باي تكون ام بي سي حبيبي وقال عمرك دخلنا على ام بي سي حتى الويتريه يربعوا وراه وهو يدور كان شيء يضيع حبيبي وحين يقول لي صلاح كسي انس نزيد ما علي عايز كسي نفس التاكسي مال امس اللي نسيت فيه الهندي المطعم الهندي ايه؟ الحين حبيبي نحن جايين عند الحرمه هذه بتسوي لنا الحجز بتسوي لنا الحجز حبيبي بتسوي لنا الحجز مال المطعم الهندي زين بنسير
منسير الله يحفظكم اليوم صلاح متهلع بالمطعم الهندي. بيني وبينكم أنا كنت أدور أدنات أي حركة حق أقول له أوكي، فلذلك وافقت. حيدونا المطعم اللي تغدينا فيه قبل يومين أو ثلاثة أيام اللي في الدور الخامس، كان في فندق اللي عدال المستشفى الأمريكي، هو هذا المطعم الهندي هو اللي بنسير له. قطولنا موعد في المطعم الهندي اللي خبرتكم عنه الساعة 9 في الليل، قطولنا موعد وبس. وحينا لو يعنا حين بعد شوية بنشرب ناريل ولا بناكل أي شيء فنان، الحمد لله بيسد لين خلاف. هي نعم، وبنصير في خاطري هنا بعد ناكل من هاك اللي قلت لكم عنه، الورش، الورش اللي يشوه، وترى أحسن شيء عندهم، من أحسن الأشياء، الأكلهم كله ممتاز، أكلهم كله ممتاز، وايد فنان هذا المطعم. هي البحر كنا تاي فود، واللي قبله تاي فود، اللي قبل يعني وديتين ف... المطعم على فكرة الهندي هذا، المطعم اللي ينال بارحة، لا تقولون ما قلت لكم هذا اللي فيه وورد سنتر، لا تقولون ما حد قال لكم سنترال وورد، اللي بيجي تايلند وما بياكل في هالمطعم يعني لا يلوم إلا نفسه. حتى توني أخبر الرسم شيء هنا عندهم هما، قلت له وين أحسن المطاعم مال سيفود للأكل التايلندي، قالوا إن هذا المطعم، قلت هذا نحن بحكنا فيه. شيء وايد جميل. هذا المدخل اللي يربط بين الأنتر كونتيننتال والمول اللي ملاصقنا هذا اللي نحن فيه، كان هذا اسمه زين، ويظهرك بعد من هي مره وتنزل على هالطريق بعد يوديك على سنترال وورد، يعني ما يبع بال ابدا. ها سنترال وورد زين، وهذا المول اللي تونا ظاهرين منه، مو ملاصقنا فندق الانتر هذا، يعني من فندقنا لين هذا، لين هذا كل ابوي ما تنزل على الارض، كل ابوي على هالجسور المعلقه. نحن كل يوم نمشي على الجسر هذا تبو العود اللي منه، هذا ابوي كل واحد. بغيت الطريق هذا يخففك على الدنيا كلها، بغيت الطريق هذا بعد نفس الشيء. صلاح ناس وايد زي شو تبغى نسوي نروحهم قولهم اظهرهم بلادكم. كل اليوم عندهم فيه سيان باراغون هذا مال الأيد العاملة. شو تحت؟ شو خدمته؟ ما زين خدمته. هاي أبو ياسر تغزل، هبل تغزل ياسر تضرب القلقة يعني. وهذه ياسر الله يحفظه تخرزها، تحط لها المخروز هذا بالخرز. ايش جاي؟ رتب له هذا. وهاي ياسة تنسج، هذا النسيج مالهم مال حل هالبلاد. اليوم هذا كله شيء مال الأم، هذا كله عيد الأم اليوم عندهم. كل ابتهاجاً بعيد الأم، اليوم عيد الأم عندهم. هذه الملكة جايتنا مهنيها، هاي الملكة الأم جاية عندها نهني ينسجن. زين صلاح شو الأخبار؟ مبسوط؟ تمام. رقم واحد صح؟ مبسوط صلاح؟ يوعان؟ لا، متى بسألك يوعان بتقول لي لا شبعان، متى أي يوم هذا بقول لك صلاح أنت شبعان بتقول لي هينعا ريول. ها ريول ها يا ربي، ها كلهن أبوي، هاي معجبات فيك أنت، كلهن يبنك يا حظك، يا حظك. ها جميع الحريم يصورن وياي ويا صلاح، وقالت ها نمبر 1.
Nice to meet you. Nice to meet you too. Thank you very much for everything. Thank you very much for everything. Thank you. عليك هالرجال فنان منو؟ هاي ولدك؟ ما شاء الله يعني الله يحفظه. قال لي ابوي يتابعك. نعم نعم. سبحان الله. شكرا شكرا جزيلا. وهذا ابوي الريال اعطانا الهديه هذه. الله يطول عمرك ان شاء الله. هي شارات مالنا من ابو ظبي. هي صدقه. شكرا جزيلا يعني الله يحفظك ويبارك فيك. شكرا طال عمرك. المناسب وايد كبيره عندهم. عيد ميلاد الملكه وعيد ميلاد الام. الام الصدقيه يعني مالها. هاي الأزياء أظني كل شيء ولا طقوس يعني كل شيء هاي بالأخص عاد هذا لم ينح. يا سلام يا سلام الله اللي غاوي هذا كله صوفهم صوفهم ترى ملوك ملوك بعد ايش قايل لبسهم لازم هالنمونه هذا انها انطول وعواضد عليه تشوفون هذا اللي ولتي هذا العاضد هذا تعرفون يلبس في الكتف في الكتفة هني ينحط يلبسون الأول هل بال هل بالزيارين خلينا يلبسون لا والله شفت حد منهم يلبس ذهب منهم هل بالزيارين ذهب ويايبين أبوي هالزار طالب عليهم يلبسونهن والزار طالب المزند هذا المطول هاي يبونهن قرب الله تزار مقوى ترى يعرف لبس الملوك الشو مال شرق آسيا مسوي لهم معيزة وطالب لهم شيء من آخر الدنيا يا الله أسميكم يا هل بالزياري متعذبين عذاب نص ييزي ها هذا اللي تشوفونه شوف الله عليك شوفوا الأيادي التايلندية كيف طريقتهم الحرفية احترافية غريبة قوية هذه الملكة هذه الملكة اللم هنشوف اللي صغيرونه يكون هاي الصورة قديمة هاي طريقة الرسم بالهدوء شغلة يعني لو أنا أخدم هاللوحة والله 10 مليون ما يسدني 10 مليون باوند بعد لا بدرهم ولا بدولار ولا بات 10 مليون باوند أيام الغلبة بحين يوم طاح لا أيام ما كان بسبع ربيات الأول أسوي هذا كله ها كم ضربة بضربة يلا اسمتي الناج يا ربي جزاها الله خير اللي علمت هالمهره زينه ها بعد وحده ثانيه ابعد وحده ثانيه شفتوا ايش قال يضربون القحافي مالات العمان القحفيه العمانيه هالنمونه نفس الطريقه ما تشوفون قحافي عمان القحفية 3000 و4000 و5000 درهم شو السبب؟ قحافي عمان شيء منهن 2000 ريال عماني 3000 ريال عماني لأن شي خد منهن الحريم شوف. هذا كله يحصل دعم لا محدود من الملكة والملك شجعونهم عسب شي بدون تشجيع ما يستوي شيء Thank you.
تستاهل والله الملكة، تستاهل 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 على هالمكان الفنان، تستاهل على هالشيء الزين اللي تسويه بلادها، تدعمها أبوي الأسر المنتجة، تستاهل تستاهل أبوي حطونا فوق روس سوي عاموها من كثر ما هي زينة، لو ما بزينة ما حبوها جي. ظهرنا الله يحفظكم من سيام باراغون، دخلنا في سيام سنتر وظهرنا حين من الطرف هذا، شوف بين البناية والبناية، شوف شو مسوين، شيء جميل، حدائق مسوينها كل هذا، هذا دائم ترى مش مؤقت، دائم. شوف طريقته، شيء جميل في منتهى الروعة، في داخل وايد شيء جميل، ما في يصير هذا هناك. حبينا نتخمن هالمول هذا، بنظهر الطرف الثاني وبنسير شو اسمه طوكيو سنتر، كل الناس واقفة اللي يسمعون اللي يسمعون تحية العلم مالي. شوف كيف يحترمون، احترام واجب. شوف شوف حافظ عليكم على من رباكم على من ذهب، يلا 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 اقول حافظ عليكم على من رباكم على من ذهب. يا سلام مرة عادة لو بالرصاص ما ذوق، حتى نسيت الموضوع اللي كنت اتكلم فيه مرات، وكلها مشاي ها شوف كلها بوي ها كلها جسور معلقة. ليه وصلنا لمبيكي، نحن جايين هذا طوكيو سنتر. اها you see here the swallow it's like depressed make him look older yes yeah and this also but this one is small this side is more than this side yes so I would recommend laser. Yes, laser. We can do laser. Yeah, laser. Good. He can do about 2 times before he go home. We can. Yeah. Today one time and tomorrow one time, yeah. Or after tomorrow one time. Yeah. خلاص. Maybe okay. One time just today and before he go home. خلاص. Yeah, and then if you want, we can add filler. 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 فيلر؟ نو خلي ولي فيلر. فيلر لا. يلا في فيلر. دكتور من عندنا فيلر. لا لا دكتور ما عندنا من فيلر. عبد الله من هالشارجة ولا؟ إيه نعم. إنزين. الشارجة. إنزين الحين أم عيالك الله يحفظها تقول لي إنك إنها هي الأولية أخذت أنت ثانية. نعم. وإنها هي اللي خاطبت لك. نعم. ما شاء الله عليها بصدر الرحب. والله يبوك ابتسامة تسوى 600,000 الله يخليك. والله يطرحك البركة في الجديدة. ويبارك ان شاء الله في هاي عباره ما بجديمه قديمه 10 سنوات الحين الرابع وين والله ما شاء الله اسميت صابره ريال زين ما شاء الله الله يحفظه ها صلاح ها ما اخذ حرمتين وانت وحده معك ما اخذت كنت انا مش كلام مش يخصني انا ما يخصن دوكم اي بس بس عادي بس غافلنا شو هالتكوين يا ربي مجرك لا تيس تخمخم اللي تباه ولا ما تباه لا يغلبك غيرك لا بحبش انا على اساميكم ما اعرف انا نورين سناب ما شاء الله ما شاء سالم ومحمد اللي في النص عيد الكنيسة حفظهم ما شاء الله اجمعين في ايه يا يلا 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 حاسب من جيبي مش عايز حاجة منه باجي بعدني ما كنت الرب وانت صمت عليه ليش مستعين انت انا مشكلة حصل قلت جالس علي جالس يصور والله انه ما لا شاورني ولا ناظر انزين في حد انت ما تتروع من القرارات هل يقولون غرامة وفلوس وما ادري شو حق اللي يصور لا لو صورنا اخذنا بعد لازم ذي هالرجال منو سير خاطري ما شاء الله خاطري تبي وين يا معتم؟ يا معنا خالك؟ ايوه هو ما
ما يقول بيصغر عمره عادي. الله يحفظك يبارك فيك. يبارك فيكم. مبسوطين؟ نعم. استانسنا وبسطنا تلاقينا وياك صورتنا. يعلي ما ذب حزنك الله يحفظك. يبارك فيك. اي صف انت؟ قول والله حرق صيوني انا. صلاح حينه ها صلاح سله لازم تصير تسلم سله يقول لك يعني لو ما قال لك تعال انت ما بتي لا بيي بسلم عليك قبل بسلم شفت قايل احنا نتابعه وطالع كل ليله يحبونك حبيبي يعرف بعد هني كاميرا صوره لازم فيديو بعد بيشوفون الشباب بيشوفوني الحين هي والله عيالي بيشوفوني بركم الساعة شيخ يا من العيال يشوفوني الحمد لله كيف حالك الحمد لله مبسوطين الحمد لله رب العالمين فنان هالبلاد سمعت صلاح يصوت هناك زين ما خبرتوني انت من هالوين ابوي ابوي نحن مزاريع من وين شي بقعكم ابو ظبي ابو ظبي ابو ظبي خليفة سيتي خليفة سيتي يقول لي ما شاء الله على ابوكن ابوكن ابوي لا ما ابي اصوركم مدحوبا لا 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 اصور سامانكن ما شاء الله خسرنك ابوي عيال يا الله يحفظها ان شاء الله يبارك فيهن يطرح فيهم البركه ان شاء الله اول في مدينه زايد بارفوز لو مدينه زايد مدينه زايد الاول منو يرانكم انت الاول مدينه زايد يراننا انتم ايه نحن من زمان يعني هي انت خبار قبل كداس لا ومكداس وانت عيال عم امي يعني. هي هي الله يرحمها ان شاء الله يرحمنا برحمته يحافظك يخليك ان شاء الله العيله يشوفون الشباب يشوفون الصوره يقولوا حظك ابوي يا ربي صلاح بيموت على الحريم صلاح طورت وايد احسن عن قبل اي مصر غدت فنانه شوف الحين هذا انتاجها مصر اشوف هي انتاج زين فضحنا يا رجال لا لا هذا استهر يا طيبه صلاح شو هالشكل الحين الله يحفظك ابوي يعني جزاك الله خير جزاك عيب هاي وهاي اخ عليك اخ عليك حلوه لا حلوه ولو 200 حلوه هاي عاده بديته ابوك انزين شايف انك اخر ودي في سلفرج انزين هذا ابوي راشد ولد ابو راشد ولد بن خصيف ولد بن خصيف المذيع المتألق دائما الفنان اللي محد شراته مالك زود يا حافظ على ابوك وعليك انت الله يطول عمرك مالك زود الله يسلمك يحفظك شفت لا هذا راشد ولد ابو راشد هذا ايه عاجبه هاش دراني بس سيف من عبد الرحمن الشامسي ايوه شوف مخ مخ ما شاء الله عليك يا صلاح ايش حاك عنيف داك راشد شو شيبك الحمد لله الله يطول وين الحين هو موجود في البلاد ما سافر لا باكر ان شاء الله وين بها والله ما يندرى بس هو بيصير هولندا المانيا وفرنسا ان شاء الله مقواه ابو مقواه لو الله عطنا فتر شويه طول بيسوي المنكر الله اكبر عليك انت يا ابو راشد غير نمونه لو بس فتر الله يعطنك طول بس سوي المنكر يعني الله يحافظ وليدك ويخليه ويطلع مكتوب ممنوع شو مكتوب ممنوع مكتوب يقول لكم الدخان ممنوع وصلنا المطعم اللي خبرناكم عنه المطعم الهندي اللي هنا من كم يوم يلا 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 الرباب هذا مطبخهم شوفوا شغالين ما شاء الله ما شاء الله المطعم ما يضم العرب ها لين عينه ما ابالغ اذا قلت لكم الفندق الفندق ايش اسمه المطعم ما شيء ولا طاوله خاليه ولا طاوله خاليه ما شاء الله تبارك الرحمن ان شغلهم مضبوط واكلهم زين فنان فلذلك كل الطاولات اللي الحين قدامي كلهن حريم حريم عوايد يعني كلهم وايد مزرعات الطاولات. Okay, let me know. You know from where they are coming all these people? All the people have come from Mr. Khalid Rebel. And you happy like that? Yes. Alhamdulillah. That's fine. Thank you very much. Thank you. To drink anything? To drink? Cola, Sprite, Fridge. لو ما كان فنان والله ما قريته. ولو ما كان فنان الناس ما بيت عنا بتي ومن يوم شيء منهم ثلاثة أيام علتنا ناكلون فيه لو بعد يا بكرة المطعم سوي طبوب للعرب ما
ما يوها الكثر دوادر، لكن شيء يسوى ويستاهل، شيء يسوى ويستاهل، شيء قمة في الطعم، كلهم شيء لا يعلى عليه. شوف مطاعمها تايلندي واحد اللي خبرتكم عنه هاك البارحة تغدينا فيه مع سعادة السفير رحمة بن حسين السعابي وخالد، وكان والأهم طلبين اللي هو الكراب المقلى ويا التوم هذا روحه شلف ما يسمونه الهزم، والسيباس ديب فراي، ديب فراي سيباس وذ جارليك اند نسيت والله باقي شو ناقي. المهم قمة الأكل، الأكل شيء لا صار ولا استوى أكله ومنتهى الروعة. ضروري لا تقول ما قلت لكم هاي المكانين هذا وهذاك، ما يبالك. تنانير، شوف التنانير تهادر. لا يعلى عليه شغلكم. Hello Mr. Khalid, how are you? How are you my brother? I am good sir, good to see you. الحمد لله. الحمد لله. Very good food. Thank you very much. Because of you we are getting full every day. الحمد لله. That's good. Yeah. Not because me. Because your food is good. Thank you. If it's not good, believe me, wallah, I will never say it. Yeah, but from I last 3 days, every day we are getting this and they are coming because of you. Alhamdulillah, but because your food's good. Yes. If it's not good, nobody will nobody come, will even come. If I say it thousand times. I met one guest yesterday. He told me that now there will be more people coming because yes. You have 1 million followers. Yes, this is good. Yes. Because you are the food. Inshallah, you will continue to be good for everything, all the life. Right. Thank you very thank much. You. Thank you. Thank you. ما بتندم على هالمطعم، مطعم اختيار موفق ان شاء الله. ان شاء الله يا ابو محمد احنا جينا على ذوقك وعلى تجربتك السابقه. وبي وزلك يعني. ما بتندم. نعم نعم ما بتندم، ما بتندم، ما بتندم. شكله يعني الجمهور والحاضرين شفت يعني ما شاء الله العالم. لا يعانوا احنا حاجين يمكن من الظهر حطونا هذا الوقت. الحمد لله زين الله ييسر الامور يعلم داخل العافيه. الله يسلمك. هذا البرياني اللي خبرتكم عنه. هذا بريانيهم اللي خبرتكم عنه اللي قلت لكم كل حبة عيش بالزعل ويربيع التاء. هذا طلبنا اليوم يلو دال، طلبنا هذا اللي خبرتكم عنه اللي هاك اليوم، هذا الورج اللي يظهرون ابوي عظام منه ويردون يشونه مره ثانيه. صح؟ ان شاء الله. شكرا، شكرا يا صلاح. هذا الله يحفظكم كابتن سالم عامر. شرف شرف. سالم عامر جينا ابوي متفارجين في العين وجينا في تسلم في بانكوك في مطعمنا، ايش رايك بهالمطعم؟ عليك وقتي في الحكي ونحن اللي خلانا هنا دعايه إيه علاك لا والله ما بدعايه انا عيبني الزين لا لو ما يعجبني ما بطري يعني بداخل العافية تحياتي لخليك حفظكم يور شيف هير يس يو ار ذا فود هير از ون اوف ذا فيري بيست فود. Thank you. طلبت الحساب لان كابتن سالم عامر
كابتن. شكرا شكرا. مفروض ان نحن حاسب عنك غالي. كيف يعني غالي؟ طالع عمرك. شكرا غالي. جزيلا حبيبي. يعلم داخل هذه دوم ان شاء الله. نسيت. سلام عليك حمدان بن سلطان الشامسي. وش حالك؟ كيف انت؟ انا منو؟ قصورك ما تعرفني؟ مين انت؟ انا منين؟ تحيد الشناح ما تحيد؟ انا عنج. من عنج؟ ايوه. وش حالك شيخ؟ كيف انت؟ والله مليون مرحبا مليون مرحبا. وليس بريحة الطيبين. ايش حالك شيخ؟ يا مرحبا يا مرحبا بحمدان. يا مرحبا يا مرحبا ابو سلطان. والله مليون مرحبا يا ابو سلطان بعد. الحمد لله بخير وسهال. ايش حالك انت حمدان؟ انت قبل جايني في البطين ولا يوم اول ما شفت مايا قلت لها سلام عليك الوالدة. قالت ابوي تروح اكبر ابوي. اي والله اي والله. قالت انت ابوي تكبرك ابوي. اي والله. وين ما بتزعل. فعلا الله يحفظك ان شاء الله يا حمدة. وهذا الحين معرس وليدك ولا لا؟ معرس عندنا هذا بنت علي براده. والله والنعم 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 ما اخترت. نحن الحين في بات بونك سوق الليل اسمه بات بونك. ليه مضيعت لنا هم ما بتلقط هني. لا يتم من ابوي شنار ولا يتم ابوي حنتويل. اللي في الدنيا كله موجود. والله انه متعة هذا المشي فيه. بات بونك رقم واحد المشي فيه. حتى لو ما تشتري شيء سدها الخنيخيشات. من كل جنسية اللي وادم فيه. من كل إيطاليان أمريكان إنجليز عرب مدراسية بنغالية مصاروة. يلا صور الحين أنت. ما بصور. يا سلام. أنا حب ولا عرف ولا حب منكم. طال عمرك حامد بن يوسف الحمادي. عبد الله صالح الحمادي هذا السنة. والله من السنة. ما شاء الله عليك. نحن عيال قربكم نسير براكة وشويهات. كل شيء زين. لقيت ريال وشيء ما شيء صار. شوف زين هو عاد هاي امها. زين لقيت اختي. زين محمد حبيبي. المهم عاد اقول له اقول له بارك الله فيك. انا خاطريه اشوف يا سلمت على اهله وضحكوا وياي وهو ناق منهم. مشيت وعقدت صداقه ويا فريد وقلت له ابوي هم عاد أما خالته حرمتي يد ما أدري. أمي أمي. زين زين أمك. أعرف الله تعدوها مغوات أمك. ما شاء الله على أمك فنانة. لا تقول حق حد ما عليك. زين أقول لك فحين الحرمة تقول لي قرب أبوي تحري بقول لا قلت عزمين على دوريان وهذا الرايات هزم يدير عيونه. يقول هذا أبوي غار الريال. تحياتي لكل الأسرة الكريمة. الله يحفظكم ويطول بعمر الوالدة ويحفظك ويبارك فيك ويلحج إن شاء الله في عيال عيال عياله. أنت فنان وأمك طيبة والله يحفظها ويخليها إن شاء الله يا ربي. أوكي الله في ذات الله. مع السلامة قناتي في مال الله. طبيعتي كان ريال. قلت له انت فنان وزين وطيب وخير. وكانها حرمه قلت له انت فنانه وغاوي وجميله وحلوه وكل شيء كلمه طيبه بعدها. انا ما بقول حق عن الوادم قاصر انهم ديون. لا والله الزين بقول عن الزين واللي يعني من الله خلقنا هاي طريقتي انا. حد من العرب عنبوس ما تخيل تقول حق الريال انت ما تتشاهد وحق الحرمه انت حلوه. هو بقول حلوة أحب أقول سباله. ما بقول سباله أنا. ما بسب العرب. أنا ما بمدحوب إلا جيلي الحاسية والله. الله حيا الله. كيف الحال؟ أخبارك؟ عساك طيب؟ حيا حياك. سرح 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 قرب يا مرحبا. يا مرحبا. إيش حالك صار عساك بخير؟ أخير.
الله يحييك ويسلمك. سلمت اخبارك ترى؟ زين. ايش كذا سبيني؟ ليه شبلة؟ زين اسوي صورة. اسوي صورة؟ مجنون هذا. حبيبي ها فلوس ها حق شو؟ حق شو فلوس؟ حق شو فلوس؟ حق شو تبغى الفلوس؟ تكلم سيده. ما يضرب ما بيد انا ها خوف زين شو تبغى؟ مراكو؟ إيه؟ انت مصمم لازم مراكو؟ إيه؟ حبيبي ما شم مراكو في المغرب؟ لا لا هني انت شفت بعينك؟ لا جوش وايد ناس خبرنك عن هالموضوع، منو قايل لك شيء مراكو؟ شيء اجول بوالد انت شو دراك؟ اما اجول شو؟ اجول اجول موجود وين؟ شو دراك انه مراكو؟ من خبرك انه شيء مراكو؟ لا شيء وايد ماشي ماشي شيء ماشي انا خمس شهور هني عايش هني ما اشوف شيء ما يدري انت الله يجزاك خير محسن محسن وشانوط وين ساير؟ شنوتني شنوت؟ شنوت؟ إيلس؟ إيه؟ بشيل الشغل أي باك شو صلاح؟ أنا بس بحاج بعض الليلة بس شو بعض الليلة؟ الليلة بلحظ بعض الليلة لا مش بحاج بس بحاج شو تبغي؟ كنت كسي؟ إيه. بس ليلة بس. شو هو الليلة؟ هذا حوالي هني. شو؟ خبدي وابد موكو وابد موكو. لا بيسمعون الناس يا أبو. ذي واحد شو واحد؟ مراكو؟ لا واحد ليلة بس ليلة. شو هو ليلة؟ لا خبرني شو؟ لا أولد. بس ليلة بس ليلة. تبغى خبرني شو ما حد يسمع. بس ليلة ما حد يسمع يلا قول. بس ليلة بس ليلة. الليل شو ريت صلاح شو تبغي أبي انا ما اعرف شو تبغي بس ما دايج هذا ها انس ها مال انت ما تريدها لا. شو هي ثاني مال وين هنا يا تكسي تكسي اول اول حول لا شو تبغي بكره ودك دكتور لا لا بالله دكتور تبغي صبر صبر اخر شيء تبغي مساج لا مساج رجال ولا حرمة؟ ما رجال ولا حرمة؟ حرمة لازم حرمة؟ بني دكتور حق المساج بني دكتور مع علاج طبيعي ماشي شاتبه هذا بني والله علاج طبيعي صلاح بني دكتور يالله المهم ابوي بركات هالايام المبروكه كل حد ابوي مسوي اللي حب لك نحن الحين بنشل بلوك بركات هالايام العشر المبروكات يعني اقتراح قالوا لي ابوي الحين ايام عشر الايام هاي فضيله عند الله ما زمنك يا ابو محمد تصفح وتعفو قلنا اللهم نحن صفحنا وعفينا على كل من اخطا في حقي وكل من داس لي على الطرف ونحن الحين بنشل بلوك عن العرب كله في وايدين والله ما يدري كم آلاف مؤلفة كل يوم لك 600 بلوك أسوي بالأخص حق هاي النقامات اللي بالله عليك الجحال من وين الجحال من وين بالله عليك منو ضارب من وجهك بوتوكس ضربك نعاسوق يلا أبو محمد تعرف الريان يا أبو محمد حيا الله ابو محمد سلمون عليك رد السلام عليك الشباب انا بعد اراعي غياث مايبا الربع انا في الصياح الله حي زين بس ترى هذا مو بحق السناب يقول بنحم يقول بن حم لا تنزلوني سناب انا قال عندي مشاهير وعندي ناس متابعين بيزعلون علي لا قلت خالد ولا شيء اصدق بهلال